إذا انطلقت بقطاع المحبس مناورات الأسد الإفريقي 2021 العسكرية المغربية الأمريكية والتي ستمتد لغاية 18 من شهر يونيو الجاري. وقد التقى موفدنا عبد المولى أبو خريس بقائد العمليات العسكرية بمنطقة المحبس الكولونيل هشام العمراني، والذي تحدث عن طبيعة هذه التداريب بين القوات المسلحة الملكية والجيش الأمريكي. التدريب العسكرية الفعلية تنطلق هنا بمنطقة غرير البيهي بمنطقة المحبس التي تشارك فيها القوات المسلحة الملكية والقوات الأمريكية، وكذلك مشاركة باقي القوات الشريكة في هذه المناورات في دورتها 17 للأسد الإفريقي. لمزيد من التوضيحات يسعدني أن أستضيف الكولونيل هشام العمراني قائد العمليات العسكرية بمنطقة المحبس. كولونيل، هناك مشاركة قوية للقوات العسكرية الملكية المغربية وكذلك القوات المسلحة الأمريكية، دلالات هذا التعاون الذي يتعزز سنة بعد أخرى؟ هذه التدارب تعكس قوة التعاون المشترك بين القوات المسلحة الملكية والجيش الأمريكي. نحن الآن في الدورة 17 من تمرين الأسد الإفريقي، وفي كل عام تشهد هذه التمارين العسكرية مشاركة مميزة من طرف العديد من الدول. هذه التدارب تحمل دلالات قوية خاصة على مستوى الأهمية الكبيرة التي يوليها الجيش الأمريكي وباقي الدول المشاركة لهذه المناورات المقامة في المغرب. الأكيد بأن هذه المناورات هي متعددة تشمل مجموعة من التدريب، هل لكم أن تبسطوا لنا نوعية التدريب التي سيتم التدرب عليها انطلاقا من الليلة وإلى غاية 18 من هذا الشهر؟ Donc l'exercice Africa Line c'est un exercice qui est effectué non seulement au niveau de la zone où on se trouve. تمارين الأسد الإفريقي هي تدارب لا تشمل فقط منطقة المحبس بقرارة البيهية، بل هناك تدارب عسكرية بجهة طنطان وتدارب أخرى بأكادير، بالإضافة إلى تدارب تجرى في نفس الوقت في مناطق مختلفة. بخصوص التدريب العسكرية في المنطقة التي نتواجد بها، يتعلق الأمر بتدريبين رئيسيين. التدريب الأول يهم القوات المحمولة جوا، أي عمليات إنزال عناصر المظليين من الجانبين، الجانب المغربي والجانب الأمريكي. تتبعه مناورات في المنطقة تستمر ل 36 ساعة. التدريب الثاني الرئيسي يتعلق بتمارين جوية تدخل في إطار العمليات البينية المشتركة للجانبين، وسيتم القيام بمجموعة من المهام التي تدخل في إطار سلاح الجو. كما سيتم استعمال الذخيرة الحية في قصف أهداف معينة. وبالموازاة مع هذه التدريب سيتم إجراء دورات تكوينية لفائدة عناصر القوات المسلحة الملكية. أشكركم جزيل الشكر الكولونيل هشام العمراني، أذكر بأنكم قائد العملية العسكرية هنا بقطاع المحبس. طبعا العملية العسكرية تستمر هنا بالمنطقة إلى غاية 18 من الشهر الجاري، وتعمل على المزاوجة بين التدريب الفعلية والنظرية التي يؤطرها عسكريون مغاربة وأجانب. قبل قليل كذلك شاهدنا عمليات بالراجمات الصواريخ والتي تصيب أهدافها على بعد 120 كيلومترا.